أعطاها يا رسول الله ما أعظم ما وجدت مثل أحد، لأن النبي لقي عنة شديدا يوم أحد، فذكر لها ما وقع له في الطائف، وأن أحدهم قال له: أنا أمزق مرط الكعبة إن كان الله قد بعثك، والثاني قال له: أما بعث، أما وجد الله أحدا يبعثه غيرك، والثالث قال له: أنا أستحي أن أكلمك، فإن كنت كاذبا على الله فأنا لا أكلم كاذبا، وإن كنت صادقا فأنت أجل من أن أكلمك. ماذا قال النبي؟ قالوا: اكتموها عني، لا تقولوا للناس إنكم قلتم لي هذا الكلم، هذا كلام موجع، الله يقول: لن يضروكم إلا أذى. ونزل صلى الله عليه وسلم. ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ هؤلاء الثلاثة كلهم ماتوا على الإسلام، جاءوا المدينة وماتوا مسلمين، كل هؤلاء الثلاثة الذي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اكتموها عني، وهم إخوة، حبيب وعمير وآخر ثالث عبد يالي، كل هؤلاء الثلاثة كانوا إخوة وكلهم أسلموا. فمهما بلغت ذنوبك فإن الله عز وجل قادر على أن يغفرها وقادر على أن يسترها.